امين يا ارحم الراحمين. امين. ان شاء الله الف مبروك يا ابو حاتم، الف مبروك عجيب. الله يبارك بعمرك يا بشير. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. امتى بتحب كتب الكتاب يا ابو حاتم؟ اذا الله راد الخميس الجاي ان شاء الله. يلي بتشوفه عمي ابو حاتم نحن حاضرين، بس من بعد امرنا يا ريت ما نساوي عرس كرمال المرحوم يا ابو خاطر الله يرحمه. عيش. لانه عمي ابو خاطر واولاده لهلا حزنانين عليها. الله يحيي اصلك يا ابو شهاب. انا اصلا هيك بدي، لانه فرح اهل حارتي هو فرحي وعزاهم عزاي. شرفوا مدوا ايدكم يا جماعه، ما في شيء من قيمتكم، شرفوا. تفضل تفضل. شلون؟ ما بدها اياه. راسه والف سيف ما بتتجوزه. وليش بقى؟ خايفه منه، مو بتسمع انه قبضاي وزقرت؟ وراحت موران بنت اخته الله يصلحها، حكت لها شلون بيضرب بالخنجر وبيتخانق بالحاره، حاسسته وحش وبده ياكلها. وين هلا؟ فوق قاعده بالاوضه مع اخواتها من ساعه ما خطبوها وهي طاقه قلبها من البكاء. وين صرخي لها؟ على عيني وراسي ابو حاتم، الله يسوي بوجهها الهي. سلام عمي ابو حاتم. هلا بيجي هلا بيجي، دقيقتين وبيجي يوصل مشوار. شبك مسلتك محروقه؟ هلا وصلت لسا. اه ليكو وينك انت؟ تقطع راسها مشان على راسي. السلام عليكم. وينك لهلا؟ معلم رحت عند الفتحي، مالت عند زهورات، امت رحت عند ابو شاكر. منيح على السريع، شوف طلباته. على راسي على راسي. على راسي شباب، يلا تكي 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 بس تكي. هلا هلا. شو هالقصه هي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحل عسيرة. شلون بدي اقول للعقيد انه بنتي ما لها موافقة بعد ما قرينا الفاتحة؟ مساء الخير يا ابي. اهلين اهلين يا ابي اهلين، الله يرضى عليكي. اهلين. عدي يا ابي عدي. شلونك يا ابي؟ مشتاق لك. جايب معي معلق وامك عم تساوي لنا اياه مطجن، وقلت ان شاء الله ست البنات تكون فايقه مشان اتعشى انا وياها. يا ابي عيون ابوكي. صحيح قتل زلمي عندك بالقهوه؟ ومين قال لي؟ جارتنا ام فوزي. وشو قالت لي؟ قالت لي كان في واحد قاعد عندك بالقهوه قام لطشها وهي مارقه، قمت انت طبشته تطبيش يا ابي. ومنيح اللي نفد من بين ايدي يا ابي. بس يا ابي انا بحسك حنون كتير، ما بتخيلك تقتل وتضرب. يا ابي لما قدمتي على عش الحمامي مشان تمسكي لابنها شو عملت؟ وقتها هجمت علي ونقرتني بايدي ونزلت لي الدم. يا ابي يا لطيف شلون انقلبت. ليش؟ مشان تدافع عن اولادها يا ابي. شفت شلون يا ابي؟ وهي حمامي ارق مخلوق بالدنيا وعملت اللي عملته. شلون البني آدم؟ معناته الإنسان يا يابي لازم يكون قوي من برا مشان يدافع عن حاله وعن حبايبه. ومو كل واحد قوي من برا معناته ماله حنون من جوا. مظبوط يابي؟ مظبوط يابي. واللي بالي باليك، مو معناته إذا كان قبضاي من برا ماله حنون من جوا. هلا بعد العشاء بنكمل حديثنا. ها هي اجا مين يتعشى معك؟ انا من ميتك. يلا يا عمو. الله يخلي لي بناتي اللي ما بيهون عليهم زعل ابوهم. اي والله الله يخلي لنا اياهم. امين يا رب. هات يا عمو. تفضل يا عمو. هات يا يلا يا ابي يلا هاتي. قوام حط الصينيه جوا وتعي لعندي. بسم الله بسم الله. انتي لا تشتغلي شيء، خلي البنات هن يساووا البيت، روحي انت تطمني لي على بنت ابو خاطر، شوفي اذا لازمهم شيء، واذا اعتاز الامر بعتي لي خبر على القهوه لا تنسي. ايه على راسي ابن عمي. شربيني قبل ما امشي الله يرضى عليكي. تكرم عينك. امي يا امي تعالي.
شو بكي يا مو؟ ليش فايقة اليوم على بكي؟ ليش أنا نمت يا مو؟ وليش ما نمتي؟ بعدين أمي بعدين بقلك. ليلي شو بدك؟ أبوك بده يمشي. إيها الله يرضى عليكي من الأول. أنا رايحة أفرح أبوكي. تفضل ابن عمي. الله يسلم ايديكي. الله يسلمك. منيح اللي وشوشتك بنتك لحتى بين سنك. وانت كمان يا ابو حاتم لازم يبين درسك على هالخبريه الحلوه. الله يختار لي فيه الخير. سلام عليكم. عليكم السلام ابن عمي. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي ابوها واخوها وجوزها اكدوا لي هالشيء. الله اكبر. ربك قادر على كل شيء. لا اله الا الله. يا سيدي انا ما مصدق. يا سيدي الحق معك ما تصدق لحتى تشوف بعينك او تسمع باذنك، بس عم تقول انه ابوها وجوزها واخوها اكدوا لك، شو بدك اكثر من هيك؟ يا سيدي انا هيك علي مسلم. مو معلم، جيب لي نفس أرجيلة وكاسة شاي وخدن لأبو مرزوق على دكانته خليه يشربن على حسابي بركي بيسدي. أهلي عمي أبو خلق شوي أحلى بيجان أهلي على راشي. يلا شاي. وشو المطلوب مني؟ بدنا حدا يروح لعند أبو حسن فورا يا أبو حاتم. إيه أنت بدكن يا وين؟ اليوم المساء عم يستنوا بالنشابية بعد الغيضة بربع ساعة مشي. وصلت عندي خلاص. أنت اتكل على الله ونعمة بالله. الله ييسر. عن إذنك أبو حاتم. الله معك. دخل الشتاء جلد خارور. دخل الشتاء. معناتها بالدنيا أنا ضروري. مين راح تبعت؟ معتز. قول الله فتحية. مرعدي ركي لي الدهلة لمعتز. أمرك معلمي. اسمح لي سهر. خليك عمي عايزك. خير الله يجعلك بخير يا رب. صارت شغلة معي هيك من يومين كركبتني كركبة. شو هي؟ اجو الدرك لعندي على البواكي. شو؟ وقلي زمان ما شفت الدرك عندي بالبواكي. ولو شي الله ستر الفرد كنت حاطه بالبيت وبارودة صهري أبو عصام. من يومين نقلتها من البواكية. الحمد لله. أنت بتشك بحدا؟ قلبي قمطني يا عمي أبو حاتم. ليكون شي حدا غريب فايت لعنا على الحارة ونحن مو دايرين بالنا. والله أنا ما شفت حدا لك صهري. ما بعرف ليش حاسس إنه في فاينة رح تقع. مور خالي تاخد حصاني وبوشك لعند ابو حسن على الغوطة. تشوف شو بده وترجع لعندي فورا. لا يونخ. معتز. مور اصحك الجن الازرق يعرف طريقك او وين رايح. لا توصي حريص خالي، مستوره باذن الله. بس وين بدي الاقي لابو حسن؟ قبل ما اقول لك وين بدك تلاقي لابو حسن بدك توعدني ما تفوت على الغوطة قبل ما تعتم العين يا خال، وتنطر وراك منيح على الطريق. لا يونخ خالي. اول ما بتصل عنا الشعبية بتحط الشرق بوشك وبتفوت بين البساتين. مرحبا عمي ابو فارس. معتز اهلينك ابني. خير وين كنت لهلا برات الحاره؟ والله كنت سهران عند جماعه اصحابي هيك واخذنا الوقت شوي. لك معتز لك ابني هي السهرات ما بيجي من وراها الا وجع الراس وعله القلب. لا تخاف عمي لا تخاف، هدول جماعه قبضايات وبيعجبوك. لا تقول لي قبضايات ولا تقول لي بيعجبوك. لك معتز ليك ولك ابني انا في عندي ولد بعمره هذا لفي على شلة وقضاها كلها على سهر ومشاوير، والله وكيلك ورتهن بكل قصة إلى أول ما لآخر، ولولا ستر الله كان رافيا. لا تاكل هم عمي، أنا صحيان وعيان لهيك شغلات. إسا بيقول لي صحيان وعيان، لك ابني وقت بتصحت إجراك، ساعتها بتصير تصرخ وبتقول حقوني تعوا شيلوني من هالورطة. لا إله إلا الله. وهلا عمي، شو المطلوب مني؟ بدي اياك يا معتز لبقى تتاخر بالليل برات الحاره وتنطب ببيتك على بكير.
حاضر. وكمان بدي اياك عمي ابو فارس. خلصت ما عاد بدي شيلك ابني. خلاص روح، الله معك ويبعد اولاد الحرام عنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش وجهي لهذا لوك، كانت النصيحة بجمال صارت النصيحة فضيحة. نمر، نمر أبو العز، الله يعطيك العافية. روح رقد لعند أمك لأنه غليان قلبه عليك. تصبح على خير خالي، وأنت من أهله. وين كنت لهلا؟ شو لساعتك فايقة يا مو؟ ايه لساعتني عم بسألك وين كنت لهلا؟ يا مو كنت عم تخاطر، يعني هيك صرنا سهرة وتقلنا فيها ما حسيت بالوقت. وليش ما قلت انه رايح لعند خاطر؟ ما خطر على بالي. ما خطر على بالك؟ وانا اللي قاعدة وقلقانة عليك وعم اقول وين راح الولد؟ لا يا مو، لا يا مو، انا مالي ولد صغير. لا ولد وستين ولد كمان. امرك امرك يا ام عصام يا ست الكل. إن شاء الله سامحيني، ببوس رجلك تسامحيني. بدك تاكل؟ لا، تعشيت عند أبو حسن. مين هذا أبو حسن؟ خاطر يا مول، خاطر. نحن بالحارة بنقول له أبو حسن. يلا تصبحي على خير يا مول. وأنت من أهله تقبرنا. عتز! هاي! هاي! هاي!